هلا اول شيء انا مشروع جديد اسمه دانتيلا. اول شيء بلشت انه كثير سوق لبرات البلد بحجاباتي والاشكال الجديده اللي طارحتها بالسوق. بعدين بلشت هلا بالبازارات، صرت اعطي كمان للسوق، وبلشت كمان بالبازارات مشان العالم اكثر تعرفني وتتسوق بضاعتي اكثر. طبعا انه بالنسبه لهلا الاوضاع انه بلشت هيك انه مشروع صغير انه الي بقى يعني لا يتطور ويمشي اكثر. عم اشتغل يعني شغل يدوي بالبيت، منه انه يعني بتسلى الواحد نفس الوقت بيطلع مردود، وشغله حلوه يعني كمان. وهدفي كمان انه بالبلد يعني انه يصير شيء يعني يستعملوا الزيوت الطبيعيه للمعالجه البشره والجسم بدون الكيماوي، يعني نبعد عن المواد الكيماويه ونرجع للمواد الطبيعيه مثل قبل. يعني حبينا نشارك بالبازار لحتى نعرض بضاعتنا نبيعها بسعر ارخص من سعر السوق للناس تستفاد منها.